من بروكسل ينضم إلينا مراسل الغد سلامة عطلة. سلامة، إلى ماذا تشير الاجتماعات الأوروبية حول الاتفاق بين تركيا وليبيا؟ مساء الخير جمانة. الاجتماعات تؤشر إلى أن الأوروبيين يحاولون الوقوف في وجه المحاولات أو التحركات التركية الفعلية للسيطرة على كنوز البحر المتوسط. تركيا تسرع كثيرا في محاولاتها للسيطرة على كنوز البحر المتوسط، وكانت قد تلقت تحذيرات سابقة من الأوروبيين بشأن تعديها الواضح على المجالات البحرية، الحدود البحرية لدولتين عضو في الاتحاد الأوروبي قبرص واليونان. لم تلتزم بهذه التحذيرات واتجهت باتجاه ليبيا، هنا ننقب عن النفط وهنا بوارجنا البحرية الحربية يمكن أن تدافع عن هذه المنشآت النفطية. هكذا تفعل تركيا المحتاجة اقتصاديا، لكن لديها جيش قوي تحركه للحصول على كنوز البحر المتوسط، وهذا يعني بالنسبة للأوروبيين الكثير. لذلك يحاول الأوروبيون الوقوف في وجه هذه المحاولات عبر إحياء العملية السياسية في الداخل الليبي، كما قال وزير الخارجية الإيطالي اليوم بأن الأوروبيين ليس أمامهم الكثير من الوقت ليضيعونه هناك، والوقت ليس في صالح الأوروبيين. هناك جهات تدخل أكثر على الخط، وقد تحولت ليبيا إلى صندوق ديناميت في إفريقيا. نعم سلامة. يمكن أن تنفجر شظاياه يعني باتجاه القارة الأوروبية، كان سابقا في موضوع المهاجرين والآن في موضوع إعادة ترسيم الحدود داخل البحر المتوسط. شكرا سلامة عطلة، مراسل الغد كنت معنا من بروكسل، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل.